العشرات بل المئات من المشاركين انتظرت منذ السادسة صباحا لحضور تجارب الأداء لبرنامج محبوب العرب عرب أيدل في موسمه الرابع قادمة من داخل وخارج مدينة الدار البيضاء. أجواء حماسية كانت بالساحة الخارجية للفندق، أصوات تغني وأصوات تتفاعل مع الأجواء، وأخرى عبرت عن خوفها وقلقها بالتزام الصمت والهدوء. أنا رجاء جيت من فاس باش نشارك في عرب أيدل. من 6 الصباح وأنا هنايا بغيت نشارك في عرب أيدل، حيت كنحس براسي فنان وباغي نوصل ونولي فنان. أنا اليوم أول مرة باش كنجي لعرب أيدل وكتكون عندي أول مشاركة، ويعني الإحساس ديالي حسب الفرحة أنني غادي نشارك، ونتمنى ليا الخير ولكل المشاركين. جيت اليوم الكاستينغ عرب أيدل باش نغني اليوم واحد الأغنية، نشوفهم إلا بغاو يقبلونا. 3 سنين وحنا تنجيو نشاركوا، هذا العام الثالث، ما كاين شيء ما تيجيبش الله، اللجنة ما تتعرفش تفسر شنو كاين، فهمتي؟ الأماكن كلها مشتاقة لك مشتاقة لك، والعيون اللي انرسم فيها خيالك. يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في إحدى الغيمات، والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات زخات، والمطر الأسود في عيني. عيد الدل وإنم قلبٌ على بعد يكفي حزن. ابعت لي جواب 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 وطمني، ولو انه عتاب 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 لا تحرمني. غيابك طال وبتمنى وقلبك مال يتهنى. ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل يا ليل يا حبيبي. مباشرة بعد ظهور أحمد فهمي منشط البرنامج أشعل الأجواء وأثار حماسة المشاركين الذين تهافتوا للغناء والتقاط الصور. جديد عرب أيدل السنة دي، أول حاجة أنا شايف القوة في الأصوات. إحنا أول بلد بنروحها دلوقتي هي المغرب، أنا شايف الأصوات قوية جدا، شايف الناس متحمسة جدا، وانا بقيت شايف ان ايدل بقى عنده قاعده جماهيريه وبقى عنده مصداقيه عند الناس. لازم نبتدي من مكان ما انتهينا بالموسم الثالث او الموسم السابع من البرنامج، بعدين بنبلش نفكر بشكل البرنامج، مضمون البرنامج، محتوى البرنامج، الصوره اللي بدنا نقدمها للناس. لكن دائما نحن بنقول انه صوره من غير صوت ما في برنامج. اكيد نحن بنضمن للناس انه الصوره راح تكون حلوه، نحن عم نشتغل انه يكون في اصوات موجوده، وهذا طبعا بالنهايه بهمه الناس اللي عم بتقدم والناس اللي طمحانين يكونوا هن العرب أيدل للموسم الرابع. المغرب يشكل المحطة الأولى للبرنامج في اكتشافه للمواهب، وهذا دليل على قوة الأصوات المغربية على المستوى العربي. نفس المدينة، نفس المكان، نفس الساحة، نفس الأعداد الكبيرة، هذا تاني اختبارات المغرب من برنامج. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم. Quand le gars arrive à l'aéroport, l'avion sort du hangar. En fait non, c'était pas un avion, c'était un hélico. Mais t'as 3 mecs qui arrivent en courant et qui tirent dans sa direction. Non non, 4 mecs, ils étaient 4. Du coup, le gars se cache derrière une grande citerne. Et alors que l'hélico se met en position de décollage, notre gars, il tire sur la citerne. Et là, boum, tout explose. Ensuite, il court vers l'hélico et il saute pour s'accrocher. Oui, parce que l'hélico, en fait, il n'avait pas explosé. Et tu sais quoi? Le plus simple, c'est que tu m'accompagnes la prochaine fois. Tu es client Méditel? Pour partager ta passion du cinéma, c'est simple. Obtiens gratuitement ton code sur cinéd.meditel.ma et profite tous les mardis d'une place de cinéma offerte pour une place achetée au Megarama Casablanca, Fès et Marrakech. Le cinéma à deux, c'est mieux.